مغامرات في غابات نرد الشبه. والله نرد الشبه ما نستغرب إذا في غابات، بس الغابات تكون داخل البيوت مو برا. بسم الله. الله شفتوا كيف القلوصة تمشي على المطبة؟ الله أكبر أخي، كواليسنا غير القلوصة هذه أقصر من الدرع، فيها وزن من كثر الأغراض اللي احنا حاطينهم فيها، يعني حاطينها فيها، بس هي أصلا تعتبر خفيفة بالنسبة لهالمستوى، وقصرها يساعد وايد في البر وفي التقطيع. بالنسبة للشارع القصر يمكن ما يفرق وايد ياك إلا في اللفات وكذا، بس القصر هذا وايد يفرق يوم أنت بتطلع وبتنزل على صعدات على أماكن حادة، القصر بيساعدك على أنه يقصيره. انزين، وفكرتها مثل ما رويناكم في الفيديوهات اللي قبل، يعني قاروصة ألمنيوم، نحاول نحافظ على خفة الوزن أن تكون هي ألمنيوم، وشاصيها لازم يكون حديد علشان يكون أقوى شيء لأنه الشاصي يعني، بس البودي كله ألمنيوم تركيب. الحين احنا كيف صنعنا هاي التريل؟ يعني هي قصة طويلة شوي، اشتغلت في التصميم روحي وأنا مش مصمم يعني، بس عندي البرنامج مال التصميم ولست أسوي عليه أشكال وألوان وأجرب. التصميم اللي سويته يقدر يسوي يعني يمكن 20 شكل، طبعا يمكن إذا أشكال رئيسية يمكن 6-7 أشكال رئيسية تقدر تسويهم من نفس التصميم ونفس الشاصي هذا تقريبا ونفس البيس اللي تحت. تنحط الخيمة على القالوصة هني في روف راك، الروف راك هذا نفسه حتى لو تاخذ ديزاين الكريال او تاخذ ديزاين هذا اللي عندنا ينحط نفس الروف راك، تقدر تحط اي خيمة تباها واي اونينج تباها، ولو ما تبغى تحط شيء لا تحط شيء، ولو تبغى توفر فلوس بعد ما تحط روف راك لا تحط روف راك اذا بس تبغى الاغراض وهالاشياء. طبعا هذه تقدر تقولون يمكن احسن وحدة في الديزاين من ناحية او اكثر وحدة اغراض، لان سوينا لها ان بدل ما انت تاخذ القالوصة فيها كريال وتحط اغراضك فوق بعض، لا سوينا شكرنا الكريال من فوق، يعني هذا بيتضح حق اللي يشوفها بعيونه ان هي اصلا من داخل من تحت كانها بيك اب، بس تسكر عليها فتحولت الى شيء ثاني تماما، استوى فيها باب من ورا حق تخزين وسطي وكانه بوكسين من اليمين واليسار على طول القالوصه بالكامل، ينفتحون على شكل طاوله وكل واحد تخزينه الخاص. طبعا الحين هذا فتح لنا المجال باكر نزيد نحط درج، كم من درج في كل بوكس، ونحط درج من ورا ممكن، ويعني عاد كل واحد وهواياته، اذا حد كان مصور كان راعي دراجات كان يبغى يسوي جراج في البر كان راعي سياكل راعي شو ما كان يقدر يحط اغراض لين يشبع، يعني يقدر يحط اغراض وايد، ويقدر يحط اغراض الطبخ ويقدر يحط اغراض ثانيه بعد. طبعا موضوع خيارات الاكسلات، موضوع خيارات الاوبشنات الافرود وهالاشياء كلها متوفره موجوده، خيارات انظمه الكهرباء. وفكرته الرئيسية ان البوكس الامامي يعني ممكن هالشي يتغير عادي يعني، بس البوكس الامامي كان الطويل او القصير ينسحب منه درج، هذا الدرج ممكن يشتري جاهز او يتفصل تمام، تسحب منه درج يكون فيه الغاز يكون فيه شو اسمه امور الطبخ. يعني انا سويته بقياس اذا طلبت البوكس الطويل او القصير سويته بقياس يكفيك حق درج دوماتيك ويكفيك حق شو اسمه تقريبا يكفي اتوقع درج ARB اذا ما خاب ظني، ودرج دوماتيك عندك القياسين ويكفي ثلاجات دوماتيك كلها شو ما بتحط انت فوق الدرج يعني كلها الكبيره والصغيره تمام، وغالبا حتى باقي الثلاجات في السوق يمكن بتكفي، لان اكبر ثلاجه دوماتيك 95 لتر يعني حتى ما حد ياخذ يمكن. زين، فالخيارات عندك يعني موجوده، وهالقواريس نعيد ونكرر حق اللي يبغى شيء قوي مو بحق اللي بيصير ليوه مرة كل سنتين ويا أربعة، هذا بيطيح على الأرض ولا بيسوي حفرة بيرقد فيها ما عنده مشكلة، يعني هذا مو بحق هالسوالف، اللي يبغى شيء يقدر يعتمد عليه ما بيتكسر، لو انضرب لو استوى له شيء ما بيتدمر بكله، يعني اللي يبغى شيء بيسافر فيه او حتى اللي ما بيسافر بس رحلات داخليه تكون مريحه وتكون يكون في امكانيه كامله للطبخ تخزين الاغراض سفر كان داخلي او خارجي، وما يبغى يحط وزن على سيارته واغراض تجهيزات على سيارته، يبغى سيارته تكون فري. لا تنسون بعد موضوع الوزن هذا، انت يوم تحط على سيارتك كانت بيك اب ولا شو ما كانت يعني
عندك مشكلتين. اول مشكله ان اذا حطيت الاغراض مثل ما انت تبغى يعني، وريحت عمرك وكل شيء عندك متوفر، استوت هالسياره بس حق الرحلات من كثر الاغراض اللي فيها، ما تستخدمها حق شيء ثاني. ثاني نقطه، فوق هذا كله الوزن يوم ينحط كله فوق السياره وينضغط الشاسي وينضغط يعني كل شيء فيها ينضغط الحين كل شيء فيها. هذا الشيء مش موجود في التريلر. يعني انت يوم تسحب التريلر وراك، اللهم عندك الوزن على شاسيك من وراء من مكان الهولك فقط، هذا الوزن اللي هو ضروري يكون موجود هنا علشان تثبيت التريلر وكل شيء، ويكون وزن يعني قليل، ما يكون وزن التريلر كلها طبعا، بس يكون في وزن ويثبت التريلر وخلصت منها فتحتها وخلاص مع السلامة. وفوق هذا كله اللي تقدر تزيد أغراض أكثر، وزن أكثر، شو ما كان. أنت يوم كنت تحط على سيارتك ويلا عاد تحسب كم كيلو الدرج اللي بحطه، كم كيلو خزان الماي، كم كيلو ما شو، أما هذه ما بتحاتي، كانت سفرة داخلية زدت، كانت سفرة داخلية حطيت مونة خفيفة، سفرة خارجية زدت أغراض، ما يهمك ما يهمك، وهي صغيرة تنسحب وراك. أنت بتسافر تضرب خط، موضوع الهواء، موضوع البترول الصرفي مش يعني أقل بكثير من أي قاروصة من اللي نتكلم عنها بالكرفانات مثلا أو شيء شيء، حجمها تقريبا يعني كارتفاع يمكن نفس ارتفاع سيارتك أو أقل، العرض يمكن نفس الشيء يعني، فسواقتها سهلة جدا. أنا الحين براويكم السواقة كيف سهلة، بنصير بنحوط فيها في أماكن سياحية يعني تعتبر. القطع اللي تسوها التريلر قطع مقصوصة، الألمنيوم ينقص بالليزر، فكل قطعة بتكون مثل الثانية وكل قطعة تركب على الثانية، هذه كلها تركيب، تركيب براغي. قللنا فيها اللحام، أقصى شيء نقدر نوصل له إن نقلل اللحام، يعني الشاسي ملحوم بس ان البودي الباقي اللي فوق كله لحام بسيط جدا، يعني اماكن معينه فقط، الباقي كله بيكون تثبيت براغي بحيث انه يكون قوي ويكون يقدر ممكن باكر صار مشكله ممكن يتبدل. وبعد حقنا احنا ساعدنا في التصنيع، لان احنا عندنا اول شيء التركيب البراغي اسهل، ونحط لكم براغي ستانلس ستيل كبار لا تحاتون يعني، وحتى فتحات البراغي علشان القياس يكون دقيق، فتحات البراغي تنقص بالليزر. أنا تيني القطعة جاهزة من تطلع من ممكنة الليزر تطعج، وعندي القطعة كلها أركبها وأركب الأشكال اللي أباها، فأماكن البراغي تكون نفسها، القياسات الرئيسية تكون نفسها، أقدر أغير شوي في بعض الأمور. فأنا الحين بيسهل علي أن أطور في المستقبل. طبعا ما قلت لكم عقب ما استلمنا الديزاين يبنى أحد مختص في الديزاين، يعني عقب ما خلصت أنا أسوي الديزاين يبنى أحد مختص أحسن مني قدر يضبط لي اياه ويجهز لي اياه ويعدل لي العيوب. وبعد طبعا هالموضوع خذ يعني كله 6 شهور اكثر شوي، عدلنا على بعض الامور. فهذا قص الليزر الصراحه مريح جدا، ريحك من تخبيص العمال والغلطات اللي ممكن تصير، القياسات تطلع دقيقه جدا جدا، يعني اقرب بكثير من لو كنت تقص روحك انت او اي شيء. واي وقت ابى اقدر اطور، أقدر أسوي شكل مختلف، ينضاف إضافات مختلفة، تغييرات معينة، يعني أشياء دامنا أمشي على نفس الأساس وعلى نفس الستايل والقطع والأمور هذه، ففي سهولة في الموضوع. فأنا إن شاء الله بجيب لكم بعض التريلات اللي تجيته بعد من هالموضوع، وبنشوف بعد أنتوا شو تبون، وبناخذ على الأغلب واللي الناس يبونه أكثر شيء، وبينضاف يعني عشان توصلكم الفكرة. الوضع الطبيعي إن إذا أنا بسوي تريل جديد فايبر ولا شو ما كان، تجارب وايد، خبصات وايد، غلطات وايد، فأحيانا هذه مجرد أقرر على ديزاين معين جديد، أخلص الرسمة خلال أسبوع مثلا، أطلب التريل، أقدر خلال شهر أسوي لي 10 تريلات إذا شديت حالي طبعا يعني، بس المهم إنه يستوي. وغالبا بتكون الغلطات شيء لا يذكر. بالنسبة للأكسلات الحمد لله الحين تمكننا أن نسوي أكسلات أفرود روحنا. الأكسلات هي عبارة عن حديد ويبوشات وسبرينغات، كله إحنا يعني نسوي كله عندنا روحنا في المصنع. الجامبينات نطلبها من أستراليا عشان يعني عشان يكون الموضوع مضبوط، لأن حين أنا أطلبها من أستراليا من شركة كروز ماستر اللي هي أقوى شركة عالمية لتصنيع الأكسلات اللي خاصة للتريلات، وهي تخصصها هذا الموضوع، يعني شركة حتى ما تسوي شيء ثاني أظني،
بس تسوي اكسلات. وما شاء الله من امريكا لين استراليا يستخدمون اكسلاتهم، شركات كبيره يعني تستخدم اكسلاتهم على تريلاتهم عشان ما يعوروا راسهم. وهاي الاكسلات متوفره عندي ايضا، لكن سعرها اغلى من الاكسلات اللي انا اسويها، وهي متشابهه يعني. بس اذا تبغى الاكسل كامل مال كروز ماستر بعد موجود عندنا، يكون يمكن يعني اضمن، اكيد جودتهم شوي اعلى. وعندك موضوع البريك، لان الحين انا اكسلاتي ما اوفرها ويا بريك، اللي يبى بريك يطلب، بيطلب الاكسلات كروز ماستر، وبيطلب له التوب برو سيستم بعد علشان الكمبيوتر مال بريك هذا، تطلب لك بعد الكابلر ديو 35 علشان يكون عندك الهاند بريك. الرملي مو بوايد وايد صراحه، البريك ضروري يعني، حتى بريك السياره مو ضروري في الرمل وايد، يعني ما بتضربه وايد انت وانت ماشي في الرمل. بس موضوع الصخري وخاصه نزلات وطلعات صعبه، اذا تتم دائما على بريك السياره، خاصه قالوا مثل الدرع شوي اثجل من هاي اللي عندي، تتم دائما على بريك السياره شوي بيكون متعب، تاخذ لك ويا بريك احسن. وانت نازل ضربت بريك التريل مسكت نفسها، ما تتم انت ضاغط على موترك. What? It's like come on. Yes. Machine gun. Yes, machine gun. Machine gun. شفت كيف؟ How are you, boss? I'm good. I'm good. How are you? Good. Okay. I don't want coffee. I'm just here to kill everyone in the cafe. No problem. Can kill you us. Can you please bring all the employees in one line? All in briefing. You can shoot one insect. خلاص. شوفوا كرفان قد، إذا كان عندي كرفان قد القفعة العود اللي وزنه 1,000,000 كيلو، تروم تسوي شيء وترن وانت مرتاح فيه؟ كلا، سوي لكم سياحة نحن يعني، مو بوقت وياي قالوصة. بس يعني ويا قواليس ماستر تريلر ما في شيء اسمه مو بوقته، يعني دائما وقته، يعني اليوم وقته، باكر وقته، الصبح وقته، في الليل وقته، القالوصة خفيفة وين ما تبى تسير سير. يعني بالانجليزي اتس اوكي. وفي شركه استراليه كنت احبها وايد اسمها باتريوت كامبرز، ما شاء الله هم يعني وايد تعلمت منهم ومن قواريسهم، وتصنيعهم ما شاء الله مستوى. ايوه شوفوا هذا من الكرفانات، الحين نسير بنشوفهم هناك. والله حلو المكان ما شاء الله حلو. وهناك الكرفانات الحين بنسير له، ما ادري عاد نقدر ندخل ولا لا. ناخذ لفة. الله شوفوا الكرفانات اللي احنا نغلط عليهم من الصبح هم كلهم هني. لا ما غلطنا على حد يعني، ما غلطنا. ما شاء الله كلكم حلوين ما شاء الله، كل كرفان احلى من الثاني صراحة، مو بغلط يعني، احنا نقترح اشياء يعني. بس الحين هذين كلهم، كل واحد هني الله يحفظهم. شوف هذاك يعب جنريتر ما شاء الله عليه، يعني هذا مسوي ما شاء الله شقة هني، مو مسوي ما شاء الله، الله يرزقهم يبارك لهم يعني، وان شاء الله يستانسون يعني. المكان حلو وغريب انه ممنوع اصلا توقف هني يعني، يمكن لانه بعد ينبنى المكان باكر هذا يمكن كله يتسكر او ينباع يعني، او يتسوى فلل ولا شيء. بس والله يعني هم هالمشكله عندك، هالمشكله لازم اوقف عشان اتكلم عدل. هاي المشكله اللي عندنا الحين، اذا ما عندك كرفان خفيف وتقدر تصير تصاعد فيه وتحوط فيه على كيفك، تضطر تنربط في هالاماكن. الحين تدور لك مكان بعد قيد الانشاء، بعد ما في قوانين تصير تبركن فيه عشان تخيم وتستانس. عقب شوي بيقولوا لك والله ممنوع، تختفون كلكم. الله يحفظهم الفلبين ما شاء الله الصيادين. اي بقعة تحصلونها تشوفونه ما غيره. ياسين بصيدون في الويكند، يونكني في عز الصيف ايون، عز الشتاء ايون، ما عنده مشكلة. How are you? Good. في فيديوهات ثانية بتشوفونا ان شاء الله. اما والله كرفان افرود ما عندك مشكلة، انت يا اخي عندك بلادك، عندك الرمل، عندك البر، عندك المناطق الجبلية، عندك كل مكان تروم تسير. حسيت تبغى تسافر اركب سافر، اي سيارة تقريبا تقلص، اي سيارة فور ويل يعني بتقلص القواليس هذه. شوفوا نسميها نحن من القمل، هاي شو تسمون انتو. على كل حال فالقواليس هذه احنا سويناها بهالطريقة، تروم تسير تخيم وين ما تبغى كيف ما تبغى على اي فيو تبغى.
تيلس، حتى الدرع حطينا فيها دريش كبيره علشان هالموضوع، انك تيلس تشوف الفيو مالك على الصبح. شوفوا هذاك ما شاء الله عليه، كل حال يسعد داري ليش اسين بعيد عشان تشوفون يعني الفيو بعد. صح ان انا احلم الفيو والفيوات كلها، بس ما عليه، ننوع لكم شوي. شوف برج العرب هناك يبين، بس يا دوب يبين يعني،